السلام عليكم ورحمة الله. إخواننا الكرام، اليوم رح نحكي عن كيفية إنشاء منشور ممول. طبعا رح نحكي عن الموضوع بطريقتين، أول طريقة معقدة شوي وتاني طريقة رح تكون أسهل منها. خليكن معنا لنشوف كيف بيتم المنشور الممول. أولا رح ندخل على مدير الإعلانات من صفحة الفيس، راح ندخل على صفحة الفيس تبعنا. طبعا لازم يكون عنا بحساب الفيس تبعنا صفحة نحسن ننشر فيها ونحط منشورات ممولة. طبعا نحن بدنا نكون عاملين صفحة ضمن الفيس تبعنا ويكون جاهز الصفحة، وهيك راح ندخل على مدير الإعلانات. هي رح نشرح الطريقة الأولى. بعد ما دخلنا على مدير الإعلانات رح يطلع عنا الصفحة بهذا الشكل. هون في نحن عنا مثل ما نا شايفين ناشر منشور ممول قبل فترة، وبهالطريقة هي مثل ما نا شايفين نحسن نجدد المنشور بعد انتهاء المدة. نحسن نجدد بهي الطريقة، نكبس نضغط على هاي الضغطة، هيك رح يتجدد المنشور تلقائيا فترة زمنية جديدة، وهيك بنحسن نلغي مثل ما انا شايفين. بس انا حبيت شغله مشان تشوفوا كيف الطريقة. هلأ رح نضغط على انشاء منشور ممول جديد، وهون عنا مثل ما انا شايفين نحسن نكتب شو الهدف، يعني بدنا تفاعل، بدنا الوصول، يعني التفاعل مع المنشور كيف راح يكون. هيك مثل ما انا شايفين حنكتب نحن التفاعل، او بامكان نضغط على الرسائل، او بامكان نكتب الوصول، او اي اختيار من اللي بدنا اياه. نحن راح نضغط على تفاعل، وبعدها راح نضغط على المتابعه مثل ما انا شايفين، وهيك ننتقل للصفحه اللي بعدها، وهيك راح نضغط على تالي ليعطينا الصفحة يلي بعدها. هيك مثل ما انا شايفين كتبنا اسم الحملة هواتف اسطنبول، وهون ضمن الجداول مثل ما انا شايفين الميزانية والجدول الزمني. نحن رح نكتب الميزانية اليومية على حسب المبلغ اللي بدنا اياه. نحن رح نضغط 10، يعني الميزانية باليوم 10 ليرات تركي. هيك مثل ما انا شايفين، وهون عنا تاريخ تعيين تاريخ الانتهاء، يعني بإمكاننا نحدد كم يوم بده ينتشر المنشور، يعني يومين او ثلاثة او اربعة او خمسة. راح نضغط على البدء، نضغط على انتهاء، راح نحدد البدء وراح نحدد الانتهاء. هون هلا عنا مثل ما انا شايفين نحسن نحدد مين يلي راح يشوف المنشور، الكل أو الرجال أو النساء، وهذا التحديد بيتبع للمنشور تبعك، يعني أنت لمين بدك يهدف، للرجال أم للنساء أم لكل الطرفين مع بعض. هلأ بنحدد الموقع مثل ما أنا شايفين، رح نحدد الموقع ضمن الدائرة هاي، وهيك هلأ نحن رح نشوف كيف بيتم إنشاء جمهور جديد. يعني مثل ما انا شايفين مين بدك انت يشوف المنشور تبعك، يعني لمين عم توجه المنشور تبعك. هلا هاي الفقرة كتير مهمة، هاي الفقرة راح تحدد لك مين بده يشوف المنشور تبعك. ممكن يكونوا المعجبين على صفحتك، او ممكن تنشئ جمهور جديد. يعني نحنا ما في داعي الجمهور اللي حاططنا لايك ومعجب بالصفحة ما في داعي يشوف المنشور، لأنه هو على الحالتين رح يشوف المنشور. فنحن منحط جمهور جديد مشان يشوفه. هلا مثل ما أنا شايفين رح نكتب ونحدد العمر من 18 لل 65، وبعد رح نحط فقط للرجال. وهون هاي الفقرة رح ندخل على الاستهداف التفصيلي، وهي كتير مهمة.
رح يعطينا الاهتمامات، ترفيهي، رياضي، انت شو بناسبك بتحط، يعني على حسب المنشور لمين مستهدف. هاي الفقرة انتبهوا لها كتير مهمة لانتشار المنشور بشكل كبير. مثل ما انا شايفين صار في عنا العاب استراتيجية والعاب على الشبكة وهواتف ذكية، وهلأ هيك مثل ما انا شايفين تقريبا انتهينا من انشاء الجمهور الجديد. هلا رح نضغط على حفظ الجمهور، وهيك بيكون عنا حفظنا جمهور جديد باسم هواتف. هلا رح نغلق الصفحة هاي ونرجع للطريقة تبعنا. هون عملنا حفظ الإعدادات، حفظ طبعا. هلا هون رح نختار المجموعة يلي حطيناها نحنا هواتف، وهي هواتف. رح ننزل لتحت، هذا المبلغ التحكم في التكلفة، اختيار التكلفة قديش، 75، 100 تركي، على حسب المبلغ المستطاع دفعه. هلا رح نضغط على التالي، مثل ما انا شايفين رح يعطينا الصفحة اللي بعدها، وهيك مثل ما انا شايفين تحديد المنشور اللي بدنا نحنا نموله. طبعا رح يكون عنا بالصفحة نحنا ناشرين بعض المنشورات، ورح نختار منشور مناسب او منشور بدنا نحنا نموله. وبعد ما اخترنا راح يطلع عنا بهالشكل هاد تصميم الاعلان كيف راح يكون. هلا هون مكتوب سيعرض اعلان انستغرام، بامكاننا احنا نحطه بس على الفيس، او فيس وانستغرام، او فيس وانستغرام وماسنجر، وطبعا راح يكلف اكتر. وهون مثل ما انا شايفين هلا هذا اضافة زر الى منشورك، يعني راح تتمكن من وضع زر على المنشور، وهذا زر اختصار، فورا الشخص المشاهد للمنشور راح يضغط على الزر ويوصلك لارسال رسالة مباشرة عن طريق الزر. هون مثل ما انا شايفين نحسن نحط الزر. هون راح نضغط على هلا على التالي مشان نطلع على الصفحة اللي بعدها، وهيك مثل ما انا شايفين هيك راح يكون على صفحة الانستغرام، وهون على الفيس على صفحة الفيس. وهلأ هيك رح نتوجه على الطريقة الثانية، وهي رح ندخل على مجموعة أدوات الأعمال من الفيس. وهيك مثل ما انا شايفين راح يطلع لنا هالصفحة هاي على الشكل التالي. هون مثل ما انا شايفين راح يكون عنا منشورات نحن منزلينها قديما، راح نختار واحد، راح نختار منشور نضغط عليه، وهيك راح يطلع لنا بهالشكل التالي. وهي الطريقة اللي قلتلكن عليها، هاي الطريقة المفضلة وهي الطريقة الأسهل. راح نضغط على هواتف، وهذا الجمهور بتحسن تستخدمه بكل مرة أو على حسب المنشور اللي بدك اياه. هذا الجمهور مثل ما هو، مثل ما انا شايفين راح نتأكد منه، هذا اللي حفظناه من شوي، هذا نفس اللي حفظناه مثل ما هو بالضبط. هاي المنشور مثل ما انا شايفين، وهون الهدف، يعني الهدف اللي بدنا نحققه من الاعلان، بدك تلقائي على حسب الفيس او
الحصول على مزيد من التفاعل أو تلقي المزيد من الرسائل. وبهي الطريقة رح تمكنك من وضع زر للمراسلة الفورية أو للإعجاب. هون مثل ما انا شايفين هاي الفيس او الانستغرام، اذا نحن حطينا على الانستغرام، ونحن طبعا حطينا بس المنشور على صفحة الفيس، يعني ما حطيناه على الفيس والانستغرام. هون مثل ما انا شايفين نحسن نختار الفيس، او نحسن نختار الفيس والانستغرام والماسنجر، وطبعا نحن رح نخليه فقط على صفحة الفيس. هيك مثل ما انا شايفين بيتغير معنا العدد نتائج اليومية التقديرية. هلا رح ننزل لتحت، هون رح نغيرها. هلا مثل ما انا شايفين رح نحط تفاعل، يعني الهدف من المنشور هو التفاعل. ورح ننزل لتحت هيك مثل ما انا شايفين اجمالي الميزانية والضريبة التقديرية واجمالي المبلغ. هيك رح ننزل لتحت نلغي الانستغرام. وهيك طريقة الدفع على الفيزا الكارت. هلأ ما علينا إلا نضغط ترويج المنشور، وفورا راح ينتشر المنشور معنا. راح نشوف نضغط على المزيد، وهيك المنشور راح يكون مثل ما أنا شايفين. هلأ بعد ما تأكدنا من كل المعلومات راح نكتب ترويج المنشور. الآن راح ننتظر شوي، مثل ما أنا شايفين جاري إرسال إعلانك. وهيك بنكون انتهينا من الطريقة وانتشر المنشور معنا. هاي مثل ما انا شايفين يعني في غضون 24 ساعة او اقل يمكنك ايضا الحصول على تحديثات من مركز الاعلانات، يعني خلال 24 ساعة ممكن ينتشر المنشور او اقل او بعد ساعات. اجمالي الميزانية 44 والضريبة التقديرية 7، اجمالي المبلغ 51، الانتقال لمركز الاعلانات. طبعا المنشور القديم موجود تحت، وهي المنشور الجديد هلا قيد المراجعة. وهيك ممكن تكتب هاي الوصول له 3000. نحسن نكتب على عرض النتائج بالمنشور القديم ونتفرج، وراح نشوف كيف كان. تكلفة وصلت، وهون بإمكانك من تشوف رجال نساء أطفال، يعني مين الفئة العمرية، أي فئة عمرية شافت المنشور تبعك. هيك نكون انتهينا من شرح المعلومة، وشكرا للمشاهدة.